السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، كان عندي 3 أسئلة لو سمحت. اتفضلي. السؤال الأول هو دلوقتي أنا كنت بصلي ورا إمام، ومهم إن أنا لخبطت في آخر يعني التالتة، كنت بعد التالتة قعدت وكنت فاكرة التانية، يعني المهم إن أنا لخبطت في الركعة الأخيرة. ففي الآخر بعد ما هو سلم أنا رحت طلعت جبت ركعة، وفي الآخر سجدت سجدتين سهو، بس ما كنتش عارفة كده صح ولا لأ، فرحت عدت الصلاة في الآخر تاني. فده كده لحظة لحظة بس علينا. أنت بدأت مع الإمام من أول الصلاة؟ بدأت مع الإمام من أول الصلاة، وماذا حدث؟ بعد الركعة الثالثة اتلخبطت وقعدت اللي هو التشهد الأول تاني. لا مش أنت احنا قعدنا متابعة. التشهد عفوا الأول بعد الركعتين الأولانيين، عفوا وقعدت عفوا التشهد. عفوا يا بنتي، أنت الآن بدأ مع الإمام من الأول، لما خالفتيه ولا إيه اللي حصل بالضبط؟ خالفته، انا مش شايفاه عشان انا أيوه يعني بصلي في اوضه لوحدي، فانا مش شايفاه. بعد الركعه الثالثه قعدت، كنت فاكره ان احنا دي الركعه الثانيه. الأول نشوف صحة صلاتك، يعني في أوضة ثانية إزاي يعني؟ الإمام فين؟ مش يعني يعني فرق ما بيننا باب كده او زي حاجز حيطه. طيب أنت اطرح علي إذا ماذا حدث؟ بعد الركعة الثالثة أنا هو قام، طبعا بعد الركعة الثالثة هو قام، هو كان سجد، كان قاعد قصدي في التشهد الأول، قعدنا بعد أول ركعتين، أنا نسيت إن إحنا قعدنا بعد أول ركعتين. وبعد الركعة الثالثة بدل ما أطلع من السجود الثاني على القيام، لأ قعدت وهو كان قام، فأنا اكتشفت كده وهو بيقول سمع الله هو لمن احنا حمده وأنا نقول عفوا عفوا اختصارا للدور، انت قعدت الصلاة فالحمد لله خلاص انتهى الامر، يعني لكن ما انا اذا بسأل هو انا حرام عليا ان انا اعيد الصلاة في اليوم مرتين؟ لا لا ليس حرام، ليس بحرام، يعني حديث انه لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين ده لا لا صحيح؟ يثبت هذا اللفظ، لا يصح هذا اللفظ؟ لا لا يصح.